إلى تلمسان، إن شهدت سواحل الولاية منذ ليلة أمس رياحا قوية وأمواجا عالية تسببت في توقف حركة السفن والقوارب مع شل نشاط الصيد بميناء الصيد بالغزوات. وأكد الصيادون أن سرعة الرياح تجاوزت 70 كيلومتر في الساعة وأكثر في عرض البحر، على أن يتواصل مثل هذا الاضطراب البحري إلى أزيد من 4 أيام في أغلب الأحيان. أمين مسعودي. والريح راها قوية وطاحت الشتاء بزاف والحمد لله، والسرعة نتاع الريح هذه وصلت اليوم والبارح وكاع حتى ل70 وبالك بلوس 70 كيلومتر في الساعة. يمكن هنايا في البر كيما نقولوا حنا في لاكوتيار توصل ل70، مي يمكن في اللار بالك توصل حتى ل90، بالك توصل كتر. مهما كان الشرقي الريح تاع الشرقي ولا الريح تاع الغربي ما نكدوش نخرجوا نصيدوا اليوم تاع المشتاء، ولكن الصيف يختلف الامور. ربعين هذيك ما ديرش البحر بزاف في الصيف، بصح في المشتى دير. ما خرجناش اليوم على خاطر البحر بزاف الريح و موفي طون كبيره، ولكن هذا الشيء احنا نفرحوا به. كي تكون هكذا الموفي طون عندنا تسمى البحر ماذا بينا باش يريح، خاطر ما كانش مناسبه باش يريح البحر، ما كانش الوقت باش يريح. توجور يخرجوا بالجمعه بالسبت في الصباح في العشي، كنت دير هكذا الموفي طون حنا نفرحوا باش البحر يريح. هاد كتاي الحوت يتكاثر يجينا من اللارج يهود.